يلا نبدأ. إيش هذا؟ شكله زمر. أيوة. كلمة زمر من أكثر الكلمات المتداولة وقت أي تصعيد أو عدوان على غزة، فبتلاقي حد كاتب كلمة زمر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس بتعلق له الله معه أو الحمد لله. وتم اختيار هاي الكلمة تحديداً لسببين، الأول صوت التزمير اللي بيطلع وقت احتكاك الصاروخ بالهواء، الثاني هو تطبيق الإنذار اللي بيزمر عشان ينبه المستوطنين من أي صاروخ جاي. That warns Israelis. This is what it is of incoming rockets. You can see this if you upload the app. تستغربش. الاحتلال من كثر ما تعود على صوت صواريخ غزة عمل للمستوطنين تطبيق ينزلوه على جوالاتهم عشان أول ما يزمر يحملوا حالهم وعلى الملاجئ. والفلسطينيين كمان حملوا هذا التطبيق وصاروا يستنوا يزمر عشان هم كمان بدهم يعرفوا وين هذا الصاروخ راح وعلى أي منطقة من الكيان راح ينزل. لهيك صار صوت التزمير هو صوت سعادة لكل فلسطيني. مع إنه كلمة زمر كانت منتشرة إلا إنه ما تم اعتمادها غير لما بلشت مواقع التواصل الاجتماعي تفرض قيود على المحتوى الفلسطيني وكمان تحذف حسابات الأشخاص اللي من خلالها بيتم تداول أخبار النشقات الصاروخية. عشان هيك صار الفلسطينيين يستخدموا هاي الكلمة بدل ما يحكوا طلع الصاروخ، لأن هم بدهم يعبروا عن فرحتهم بس بدون ما مواقع التواصل الاجتماعي تحذف حساباتهم. الموضوع كبر ووصل لدرجة إنه صحفيين فلسطينيين صاروا يستخدموا هاي الكلمة، خلص ما هي صارت ماركة مسجلة. وارتبطت هاي الكلمة بالمشاعر الإيجابية، رغم إنه بيتم استخدامها في أوقات خطيرة زي التصعيد. عارف ليش؟ لأنه هذا التزمير بمثابة فش غل، بحسس الفلسطينيين إنه عنا ردة فعل وبنقدر نرد على جرائم الاحتلال، حتى لو كان رد الفعل ما بيتساوى مع حجم أفعال الاحتلال، إلا إنه بكفي إنه موجود. وهالفرحة بلشت مع طلوع أول صاروخ من غزة سنة 2001 اللي انصنع بأيادي فلسطينية كحل للحدود والحواجز اللي بتمنعنا نرد على الاحتلال اللي بيقصفنا وبيستهدف بيوتنا. أولها تم التقليل من هاي الصواريخ، لكن بمرور السنين وتراكم الجهد أصبح صوت التزمير معضلة ملهاش حل، حتى إنه أخذ دولة الاحتلال بعد ما صاروا كل ما يرتكبوا أي جريمة يلاقوه زمر. لهيك المرة الجاية ما تستغرب من استخدام الفلسطينيين لهاي الكلمة، ولما تلاقي حدا كاتب كلمة زمر ادعي له يكون بالمكان والزمان المناسب. وإنت كل ما زمر تعال ارجع للحلقة واكتب لنا بالتعليقات.